السلام عليكم. دلوقتي انا عندي فيديو ومتقسم لاقسام، فانا عايز المستمع ما يسمعش الفيديو كله، لا ان هو يدوس على جزء منه فيتنقل للجزئيه دي. مثلا هنتكلم على 5 حاجات، فانا عايز اكتب ال5 حاجات دول. كل اللي انا اعمله ان انا اخش على تعديل الفيديو وهبدا اقول له مستني كذا، هتلاقي مثلا فلان بيتكلم عن كذا ومستني كذا فلان بيتكلم عن كذا، بحيث ممكن تكون في مقدمة مثلا هو عايز يعديها، ممكن يكون في نقطة معينة هو مهتم بيها. فهاجي هنا وهقول له اديله بقى الوقت بتاعي، مثلا خليها من الحتة التانية انجليزي كده، في الثانية كذا هتبدأ الانترو، وهقول له مثلا عند دقيقة 1 وثانية واديله شرطة الحديث مثلا. تقدر تكتب عربي انجليزي زي ما انت عايز. الموضوع الأول وبعد كده انتر، وهنقول له بقى ايه 2 دقيقة 2 و 0 3 شرطة الموضوع التاني وهكذا. تقدر تحط كل الحاجات اللي انت هتتكلم فيها، وبعد كده هقول له سيف وهقول له افتح لي بقى الفيديو عشان نشوف التقسيمات ديت. ده بيسهل على اللي بيتفرج ان هو يوصل للنقطه اللي هو عايزها. الوطن العربي وعنده امباكت. فلو انا نزلت كده وقلت له انا عايز مثلا الموضوع الاول، فهو اوتوماتيك هيروح للدقيقه الاولى، وكذلك لو انت قلت له